بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة في برنامج أحلى طفولة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو خاص بأمراض الصيف. طبعا هو الإسهال وما يترتب عليه من جفاف ومشاكل صحية. لو اتكلمنا في موضوع الإسهال فبنقول إن الإسهال عبارة عن زيادة في عدد مرات الحمام أو التبرز للطفل أو تغير في طبيعة الحمام نفسه أو البراز نفسه. يبقى احنا الإسهال يا إما زيادة في عدد المرات يا إما تغير في طبيعة الحمام نفسه، إن الحمام كان مثلا شبه صلب بقى سائل خالص أو بقى مية خالص، ده اسمه الإسهال. الإسهال ده طبعا يا جماعة من أهم أمراض الصيف، طبعا بينتج عن حاجات، عن أربع أسباب. في إسهال فيروسي، في إسهال بكتيري، وفي إسهال طفيلي نتيجة طفيليات وأميبا، وفي إسهال هو سيزونال يعني موسمي نتيجة تغير الطقس أو الخريف أو تغير الجو نفسه. طبعا الإسهال ده من الإحصائيات العالمية بتقول إن نسبة الوفيات في الأطفال حوالي 28% بسبب الإسهال والنزلات المعوية. يبقى الإسهال والنزلات المعوية بتسبب لنا تقريبا في وفاة حوالي 28% من حالات الوفيات عند الأطفال. طبعا الموضوع ده مهم جدا ولابد ان احنا نتكلم عليه باستفاضة ونقول كل حاجة فيه عشان الأمهات والناس العاديين ياخدوا احتياطاتهم او يتعاملوا مع الموضوع تعامل صحي ويمنعوه، او لو حصل هنقول اعراضه ايه وامتى الموضوع يبقى خطير ونروح لدكتور متخصص عشان يعالج النزلات المعوية او الإسهال عند الأطفال. طبعا لان الموضوع الحمام عند الاطفال بيتغير من سن الى سن، طبعا في سن الطفولة او في اول الولادة الطفل كل ما بيرضع بيعمل حمام، ده طبيعي بالنسبة للسن الصغير اللي هو من شهر لشهرين، لان العضلة القابضة للشرج ما بتبقاش لسه تكونت او ما بقتش قوية للدرجة الكافية عشان الطفل نفسه يتحكم في كمية او مدد او عدد مرات الحمام بتاعه. يبقى احنا في كل سن في الاطفال له عدد محدد من الحمام او التبرز. طبعا بعد كده الطفل بيعمل مرة او مرتين في اليوم الى ان يصل ان كل الطفل بيعمل حمام مرة واحدة في اليوم غالبا، ده المعدل الطبيعي. طبعا زي ما قلنا الاسهال يا اما زيادة في عدد مرات الحمام او التبرز او تغير في كيفية الايه او في الحمام نفسه، اما انه سائل خالص زي المية او كونه مثلا غير متماسك، ده طبعا يعتبر نوع من انواع الاسهال. طبعا الاسباب بتاعته زي ما قلنا فيروسية واشهرها فيروس اسمه الروتا فيروس، وفي فيروسات اخرى، في بكتيري اسهال بكتيري طبعا نتيجة الايكولاي او حاجة اسمها شيجيلا دي بكتيرية. طبعا فيه طفيلي او نتيجة طفيليات زي حاجة اسمها الاميبا او الانتانيلا هيستوليتيكا والجارديا ليمبي. فيه موسمي اللي هو بيجي نتيجة طبعا الاعراض بتاعت الاسهال او ان العيان عنده نزلة معوية نتج عنها اسهال، بيكون سخونة بسيطة، بيكون زي ما قلنا زيادة تدريجية في عدد الحمام بتاع الطفل. طبعا لو زاد عن اللازم بيبتدي يظهر عليه اعراض مغص واضطراب وتهيج خفيف. بعد كده بنلاقي العيل لو الحمام زاد عن اللازم يخش ان يعني تخش تبقى داخل لجوه او حاسس انها كده يعني دبلانه زي ما بيقولوا بالبلدي، تبقى دبلانه. بعد كده ممكن نلاقي في جفاف في الحلق واللسان. طبعا ده بيعقبه فقدان شهيه وعدم المقدره على الرضاعه لو كان الطفل رضيع، او عدم المقدره على الاكل اذا كان الطفل بياكل، وبعدين حاله اياء شديده. طبعا ارتفاع درجه الحراره ده من العلامات الأولية للإسهال. ارتفاع درجة الحرارة دي من الأعراض البسيطة للنزلات المعوية والإسهال. العيان أو الطفل لما يخش في إسهال تيجي جسمه يفقد سوائل، ينتج عن فقدان السوائل إن درجة الحرارة بتاعته ترتفع. برضو العيان لما يفقد سوائل يحصل له جفاف في الجلد، وبعد كده جفاف في حوالين العين، ثم جفاف في الجلد اللي على البطن، الجلد اللي على طريقه البطن، وبناخد بنشد جلد الطفل كده لو لقيناه
ما بيرجعش او ما بيرتدش بسرعه، بيبقى ده دخلنا في مراحل جفاف متوسطه. وبعد كده لو الجفاف زاد عن 7 أو 8 مرات لازم يتعرض الطفل على طبيب متخصص، طبيب اطفال طبعا، طبيب المتخصص في الاطفال بيقيم الحاله وبيعمل يجري الكشف على الطفل، يشوف الاعراض الحيويه، قوه اليقظه او حاله الاعياء درجتها ايه، وثم يقيم سبب الفيروس او سبب الاسهال دوت الصيفي او الموسمي، هل هو فيروسي، هل هو بكتيري، هل هو طفيلي او موسمي. فاذا كان فيروسي بنكتفي دايما ان احنا بننصح الامهات دايما اول ما الطفل يخش في حاله جفاف او اسهال تيجي نديله سوائل على طول، سوائل زي ليمون دافي، شاي خفيف، نديله مثلا عصير جوافه، عصير تفاح، نبتدي نجيب له محلول معالجه الجفاف اللي هو المحلول المعتاد اللي بيتباع في الصيدليات او بيتصرف في وزاره الصحه، ونبتدي نحط كميه الكيس المحلول على كميه 200 سم ميه مغليه متبرده او ميه معقمه، ونبتدي ندي الطفل معلقه بمعلقه، معلقه كل 2 أو 3 دقائق عشان يحصل امتصاص لكميه السوائل اللي احنا بنديها له، والتعويضيه السوائل اللي هي المحلول مع الجفاف، وده بيقولوا عليه او بنقول عليه الارواء بالفم. نبتدي ندي للعيل محاليل وسوائل دافيه، راحه تامه، الاعتناء بالغذاء. بعد كده لو الحاله ما اتحسنتش بنضطر نركب لها محاليل وريديه من خلال طبيب الاطفال. هذه المحاليل تحسب على اساس الوزن وشده الحاله. طبعا المحاليل دي لها تركيزات معينه وكل سن ليه تركيز، فالطبيب المتخصص بيكتب للطفل الكميه اللي هي ايه محتاجها. طبعا بنعالج الاسباب الاخرى، بندي مضادات للفيروسات لو الفيروس لو سبب الاسهال او النزله المعويه التي ادت الى جفاف انها فيروس، بندي مضادات للفيروسات بجرعات معينه بينصح بها الطبيب المتخصص. لو كان بكتيري بندي علاج، طبعا الاسهال البكتيري بينتج معاه حراره سخونيه شديده او درجه حرارته بترتفع عن الطبيعي، ونلاقي معاها ضربات القلب بتزيد شويه، العيل ضربات قلبه بتزيد مع كل ارتفاع في درجه الحراره، زي ما الناس عارفه او الكل عارف ان احنا كل درجه حراره بتزيد للطفل بيزيد معاها 10 درجات من ضربات القلب. فالطفل مثلا المريض ده كان درجه عدد ضربات قلبه مثلا 70، لو سخن ازيد درجه زياده يبقى بقى 80، درجتين بقت 90، 3 درجات بقت 100، فبيرتبط زياده ضربات القلب مع زياده درجات الحراره. زي ما قلنا لو كان الاسهال سببه بكتيري طبعا بنضطر ندي مضادات حيويه على حسب نوع البكتيريا الموجوده، وبنديها كورس كامل، وبندي حاجات تساعد ان الطفل يعني يشفى بسرعه، زي مركبات الزنك بنديها معلقه صباحا ومساء. مركبات الزنك دي طبيعي انها مفيده للطفل على العموم في حالات النزلات المعويه، وكمان في حالات انها بتزود ذكاء الطفل في المراحل الصغيره من اول سنه لحد 4 سنين. فمركبات الزنك متوفره في الاسواق باسماء مختلفه وسعرها بسيط، فبالتالي لاي طفل عنده جفاف او عنده اسهال او عنده نزلات معويه بنديله عقار الزنك دوت موجود في الاسواق، بيساعد على التئام الانسجه او الاغشيه بتاعه المعده بسرعه، بيساعد برضو على وقايه من حدوث تقرحات او التهابات جداريه في المعده برضو عند الطفل. والحقيقه الجرعه بتاعته غالبا بتمشي الطفل عليه 10 ايام حتى لو الاسهال توقف والعيل بقى كويس، الطفل مستفيد من هذا العقار. طبعا بندي علاجات للاعراض، حاجه للمغص، حاجه للتقلصات، حاجه تخفض درجه الحراره زي العقارات الموجوده في السوق. بعد كده بنهتم بغذاء الطفل، لازم الطفل ياخد يعني غذاء مناسب وكويس بحيث ان احنا نمنع النزلات المعويه. يعني الطفل اللي بيتغذى كويس والام محافظه عليه في غذاء من خلال نظافه الايدي عند تحضير الطعام، نظافه الاواني، نظافه الميه تكون نظيفه، ابعاد الاشياء الملوثه عن ايد الطفل الرضيع او الطفل في عمر سنه او سنتين بحيث ما يضعش في بقه كل شويه. طبعا زي ما قلنا برضو في نوع تاني، سال تاني، في نوع من الاسهال من انواع الاسهال اللي هي الطفيليه نتيجه حاجه اسمها انتاميبا هيستوليتيكا او الاميبا، وحاجه اسمها جاردا جاردية.
الاثنين دول بيعملوا اسهال مدمم. الحقيقه الام ما تنخضش لما الاسهال يكون فيه شويه دم صغيرين كده، لان ده ممكن يكون نتيجه اصابه الطفل بميكروب او طفيل اسمه اميبا او اسمه انتاميبا هيستوليتيكا. الطفيل ده هو بيأثر على حركة المعدة وبيعمل غازات وانتفاخات، ومن أشد أعراضه إن العيل بيبقى عنده غثيان وممكن يبقى فيه قيء شديد، فيه انتفاخ وغازات، الطفل متهيج شوية لأن حاسس إن حاجة في بطنه بتقرصه أو كده، فده بيؤدي إلى إسهال مدمم. وهذا الإسهال مجرد ما ياخد عقار معين أو علاج معين بينقطع او يرتفع هذا الدم ويبتدي العيل يتحول الى الحمام الطبيعي. يعني مده العلاج دي في بعض الادويه الجديده يعني اللي لسه نازله في الاسواق كتلات ايام، الكورس بتاعه 3 ايام، العيل او الطفل بياخده 3 ايام فقط وليس 5 ايام او 10 ايام زي العقارات السابقه. فده من الحاجات الكويسه اللي يعني التكنولوجيا او التطور الطبي بيديها لنا، ان بدل ما ندي العيل 10 ايام علاج بنديه 3 ايام. ماشي، فاصل ونعود، فاصل ونعود إن شاء الله. سنعود. للإعلان على شاشة الصحة والجمال يرجى الاتصال على 011-211-0682. للإعلان على شاشة الصحة والجمال يرجى الاتصال على 011-211-0682. عدنا. بنكمل تاني في موضوع الاسهال والجفاف، وبنقول ان الاسهال علاجه اول خطوه في علاج الاسهال يا جماعه ان احنا بندي للطفل محلول معالجه الجفاف. ده اساس، محلول معالجه الجفاف ده اساس لكل انواع الاسهال. المحلول طبعا متوفر في الصيدليات وفي المراكز الطبيه والمستشفيات الحكوميه والمستشفيات العامه وفي كل المراكز الطبيه. المحلول ده عبارة عن مادة بفضل المكتشفينها تركيبته رائعة بتؤدي إلى تعويض الطفل عن مرات الإسهال. المحلول معالج الجفاف ده بندي كيس على 200 سنتي مية مغلية و100 برادة أو مية معقمة. طبعا ممكن ندي الطفل ده، الطفل اللي عنده إسهال، معالق او كميه من هذا المحلول حتى يرتوي، اسمه الارواء بالفم. بندي معلقه كل دقيقتين او كل 3 دقائق حتى نعطي فرصه لان المعده تمتص هذا المحلول ويستفيد الجسم من المواد المعدنيه والجلوكوز والاملاح الموجوده في هذا المحلول. المحلول زي ما قلنا كيس، ده مهم قوي، على 200 سنتي ميه مغليه ومتبرده او معقمه. وبندي للطفل مع كل مرض اسهال معلقه لكل كيلو. لو طفل 10 كيلو عنده اسهال ممكن نديله 10 معالق محلول معالج الجفاف. طفل 15 ممكن نديله من 15 ل 20. طفل اكبر في الوزن ممكن نزود كميه المحلول لحد الطفل ما يرفض المحلول، لان الطفل من علامات الاسهال والجفاف ان الطفل بيبقى مقبل او شغوف على الميه او ملهوف على الميه زي ما بيقولوا. فبالتالي يبقى احنا ايه، هنعوض الميه بمحلول معالج الجفاف. واذا رفض الطفل لهذا المحلول ممكن نديله 80% محلول
معالجه الجفاف، و20% ميه عاديه. يعني لو هندي الطفل 10 معالق يبقى نديله 8 محلول معالج جفاف ومعلقتين ميه، بحيث ان احنا ايه نحاول نعوض هذه السوائل المفقوده من الجسم عشان الجسم ما يدخلش في مراحل متقدمه من جفاف متوسط او جفاف شديد. يبقى العلاج الاولي لحاله اسهال ان احنا ندي محلول معالجه الجفاف، ده اساس. لازم كل ام وكل ست عندها اطفال يبقى عندها محلول معالجه الجفاف موجود عندها في بيتها، لو بالذات في فصول الصيف، لان لو الطفل اسعف وخد محلول هتقل درجه الخطوره عليه، وبالتالي ما ينتقلش من مرحله بسيطه الى مرحله متوسطه، ثم لا قدر الله الى مرحله جديده يتركب له محاليل ومضادات حيويه ورديه الى اخره. اتفضل اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ ممكن، اتفضلي حضرتك معاك يا دكتور. بعد اذنك يا دكتور، ابني عنده 7 شهور والحمام بتاعه من مؤخر وسائل، في وسائل كده. طيب تمام ماشي، اتفضلي حضرتك. في سخونيه معاه ولا فيه قيء ولا فيه همدان او الطفل يعني حركته مش طبيعيه او نشاطه قليل؟ لا طفل عادي ما فيهوش اي حاجه غريبه. طيب هو الطفل في الحالة ديت ممكن يكون بوادر اسهال فيروسي، بنحاول نحافظ على رضعاته ونديله الرضاعة الطبيعية لو كان بيرضع طبيعي بانتظام، وبنحاول نحافظ على الغذاء التغذية بتاعته، لأن ده ما يعتبرش اسهال. اللون المخضري دوت أو السيولة البسيطة دي طالما ما زادتش عن اللازم، يعني العدد كان 3 مرات أو 4 في اليوم، ما زادش عن كده بقى 5 أو 7، يبقى احنا كده ده مش اسهال وده مش نازله معويه، وما زادش او كمان ما تغيرش في المحتوى بتاع الحمام، ما بقاش زي الميه خالص او بقى مكتكت او خفيف خالص، ما بيسيبش اثر على البامبرز، فبالتالي يبقى ده مش فيروسي وما فيش سخونيه بالطبع او بتقولي نشاطه عادي، فيعتبر ده تلبك معه بسيط او بوادر عزم انتظام في الرضاعات او الناحيه التغذيه بتاع الطفل. فاحنا نديله حاجات مثلا طالما عنده 17 حاجات منشطه زي عصير جوافة، عصير تفاح، نرضعه كويس، نحافظ على حاجاته اللي بيلعب بيها او اللعب بتاعته النظيفة، نوفر له مثلا مأكولات خفيفة كل شوية. لكن اذا زاد عن 5-6 مرات يبقى احنا دخلنا في موضوع الاسهال، ومن ساعتها بقى هنشوف هل هو فيروسي ولا بكتيري ولا طفيلي، لكن بالوضعية اللي حضرتك بتتكلم عليها ده يعتبر مش نازلة معوية ومش اسهال شديد. طبعا زي ما بنقول ان كل ام لابد انها تعمل ايه، تخلي دايما عندها محلول مع الجفاف. لو عدد المرات زاد عن اللازم، مثلا الطفل معتاد يعمل 3 مرات في اليوم، بدا يعمل 5، بدا يعمل 7 مرات 10 مرات، ده يعتبر اسهال، فهنشوف سببه ايه. طيب بيعمل مره واحده بس كميه حمام كلها ميه وتري خالص، ميه صافيه، الطفل بيعمل حمام ميه صافي، برضه ده موضوع مش طبيعي، لانه الطبيعي بتاعه ان يعمل حمام العادي بتاعه المتماسك الكويس اللي ليه لونه الطبيعي وريحته مش سيئه الى اخره. طبعا كنا بنتكلم على الاسهال الطفيلي اللي قلنا او المدمم، قلنا بيبقى فيه دم مع الحمام بتاع الطفل، وقلنا ان ده بيكون معاه بيصحبه غازات وانتفاخات، تهيج في الطفل او عدم استقرار، فقدان للشهية، طبعا عياط يمكن مستمر مع المغص والغازات الناتجة عن الطفيلات الأميبية. وقلنا ان علاج الطفل ده غالبا علشان يعني غالبا يكون طفيلي، فالأمة تنقض الباستيزم للطبيب المتخصص، هيديها عقار معين هتمشي عليه الفترة الكافية، طبعا هيشفى الطفل ويبقى تمام. طبعا عايزين نقول ان الاسهال في اسهال طبعا عادي اللي هو اقل من 14 يوم، في اسهال مزمن ان هو بيجي بيزيد ازيد من 14 يوم، الاسهال يبقى في اسهال حاد اللي هو بيجي نتيجه خلال يومين 3-4 بينتهي، في اسهال بيستمر بيزيد عن 14-15 يوم، الام تيجي تقول لك ده انا ابني بيسهل بقاله شهر، بقاله 25 يوم، بقاله 20 يوم، ده انتقال من مرحلة الإسهال الحاد اللي سببه فيروسي أو بكتيري أو طفيلي أو حتى موسمي إلى إسهال مزمن، نتيجة حاجتين أو 3 حاجات، يا إما في مشكلة في سوء امتصاص للأغذية، أو الغشاء المعوي ملتهب وفي مشكلة، في أسباب كتيرة للإسهال المزمن. في حالة الأطفال الصغيرين ممكن يكون عندهم مشكله في اللبن اللي بيتناولوه، ان في حاجه اسمها المعده ما بتقدرش تستطيعش تكسير اللاكتوز او امتصاصه، فلازم ياخد نوع معين من الالبان او يمشي على طريق غذائي معين، ده ممكن احد اسباب الاسهال المزمن. طبعا الاسهال المزمن ده لابد ان احنا نفحص عن الاسباب الرئيسيه اللي ادت لهذا الاسهال.
اما طفيلي او بكتيري او فيروسي مزمن، فبنعمل حاجه اسمها تحليل براز ومزرعه وحساسيه للبراز، بنشوف البكتيريا اللي ادت لهذا الاسهال المزمن الطويل. طبعا بينتج عنه فقدان للشهيه، فقدان للوزن، العيل حركته ونشاطه قليل عن الطبيعي. في الحاله دي لازم نعالج السبب من خلال الفحوص الطبيه اللازمه، ان نعمل له بعض تحاليل وبنعمل له بعض الاشعاعات وبعض الاشعاعات والفحوص عشان نشوف السبب اللي ادى لهذا الاسهال المزمن. بالطبع من الحاجات برضو الشديدة او الامراض الصيفية الشديدة النزلات المئوية اللي ترتب عنها الاسهال وادت الى مشاكل في الطفل نفسه، عنده قرح في لسانه، عنده قرح في بقه، مش عنده جفاف في اللسان، طبقة على اللسان، ممكن ده يكون نزلة معوية بكتيرية سببها الإيكولاي، ميكروب اسمه إيكولاي أو شيجيلا أو سالمونيلا، نتيجة عدم نظافة الأواني أو الحاجات اللي الطفل بيتعامل معاها. طبعا برضو ممكن الطفل يحصل له تقرحات في اماكن من معدته ويبقى في الحمام او البراز بتاعه اسود. طبعا هذه الامراض لابد ان احنا نتعامل معها بحرص، وحبذا ان الطفل وزنه صغير واقل فقدان لعمليه السوائل من جسمه بتاثر على نشاطه وعلى حركته وعلى كفاءته، سواء كان الطفل من عمر يوم لعمر سنه او من سنه لاربعه ومن اربعه لعشر سنوات، بحيث ان من اول اتفضل ماشي اتفضل او اتفضل او مقدم اتفضل. الو اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك يا فندم. الله يسلمك. لو سمحت عايز اسالك، انا ابني عنده 5 شهور ومن ساعه ما اتولد وهو عنده اسهال على طول. تمام. بيسال 3 مرات وقبل كده جاله نزلتين معويه يعني. طيب ماشي الحال. هو بيرضع طبيعي ولا صناعي يا ام ادم؟ لا رضاعة طبيعي. ايوه رضاعة طبيعي. بتدي له حاجات او حاجة مع رضاعة، بعض المأكولات، بعض العصائر؟ لا بعض... لا خالص يا دكتور. طيب رضاعة طبيعية مطلقة يعني ما بتديش اي حاجة مع رضاعة طبيعية. طيب هو الاسهال كم مرة تقريبا في اليوم؟ 3 مرات. 3 مرات. طيب 3 مرات. المحتويات بتاعت الحمام او الحمام سائل يعني زي المية كده ولا ممقط ولا غير متماسك؟ مش متماسك، اسهال كده يعني، ممكن حاجات بسيطه. ايوه كده، هو اوقات يبقى شديد من البامبرز، بس هي 3 مرات. طيب يا ست، ليه ريحه ولا حاجه؟ الحمام بتاعه ليه ريحه؟ ريحته كريهه شويه. وزن الطفل ايه اخباره؟ يعني الطفل وزنه اخر مره زي كويس. كويس يعني، هو يعني كويس وبيلعب طبيعي وكده والنمو طبيعي يعني. طيب بس هو ضعيف شويه. طيب هو وزنه لو فوق ال6 كيلو او فوق ال5.5 كيلو يبقى وزنه كويس، وده يعتبر مش هنعتبره اسهال، هنعتبره ده تلبك معوي او عسر هضم او انتفاخات او تغير في طريقه اكل حضرتك انت بياثر على الحمام بتاعه. لكن لو زياده عن 3 مرات وادى الى نقص فول كويس يا دكتور. الاكل بتاعه اسمعك من على الشاشه يعني؟ نعم نعم سامعك من على التليفون كويس. طيب حضرتك في التلفزيون اللي عندك، لو عندك تلفزيون فاتحه. بص حضرتك، بص حضرتك، لو هو بيرضع كويس ووزنه كويس هنقول ده مش اسهال وده مش مؤثر على حاجه، ده يعتبر تغيير في طبيعه الاكل اللي انت بتاكليه، فحضرتك بتغير طبيعه اللبن. فبالتالي 3 مرات احنا قلنا الحمام لو زاد عن اللازم، طالما بقى له 5 اشهر طبيعه حمام وثلاث مرات او اكتر، هو طبيعته كده على فكره، طالما وزنه ماشي في المعدلات الطبيعيه، نموه كويس، الاكتيفيتي والنشاط بتاعه زي الفل، والعيل يقظ وحلو تمام التمام، وبيبتسم وبيبص للاخرين وحالته العامه كويسه، في الحاله دي بيقول ان هو ده مش اسهال وما يعتبرش نزلت معايا. لكن نزلت معايا زي ما انت حضرتك عارفه ان عدد الحمام يزيد عن 5 7 9 10. المحتوى ذات نفسه، السيوله او نوعيه الحمام تبقى ميه خالص، ليها ريحه كريهه، ده اللي بنعتبره نزلات معويه او سهل. وفي الحاله دي بنبتدي ندي سوائل دافيه في سن 5 اشهر طبعا، وحبذا الرضاعه الطبيعيه هي الاساس. بعد كده ممكن ندخل سوائل تانية زي عصير جواف، عصير تفاح، عصير ليمون، حاجات من اللي بتمسك المعده. لكن في سن 5 اشهر ما بيحبش ندي حاجات خارجيه كتير، لكن
هنحاول ننظم رضاعات الطفل، نحاول نديله نلبسه يعني ثياب معتدل، مره خفيف مره تقيل، ما نعرضوش لمثلا تيارات هوائيه، ما تخرجش بيه من مكان حر لمكان هواء، الحاجات ما تشطفوش في مده طويله، يعني ما نقعدش نشطف نديله شاور في نص ساعه ربع ساعه، لا في اوقات قصيره، بحيث ان احنا ما نخليش يعني درجه حراره الطفل تتغير من عاليه الى بطيئه، او الطفل يضرب منك فبالتالي ياثر على النشاط المعوي بتاعه. لكن فوق 3 مرات يا جماعه ما نعتبروش اسهال، الا اذا كان الطفل اتنام بيها مره واحده في اليوم، والثلاثه دول كميه كبيره وطبيعتها سايله او غير متماسكه، في الحاله دي هنقول ده اسهال وهنشوف سببه وهنعالجه ان شاء الله لو الامور ادت الى نقص وزن او عدم نشاط في العين. ارجو نكون كملنا او جاوبنا على السؤال. زي ما قلنا دايما ان المحلول معالج الجفاف ده اساس في علاج النزلات المعويه، سواء كان صيفيه او غيرها، بكتيريه فيروسيه، وباكد دايما على مقوله استاذنا الاستاذ الدكتور محمود الملك كان زمان يقول الارواء بالفم هو ده الوسيله الاكيده في علاج الطفل اللي عنده نزله معويه. وكان برضه استاذنا الدكتور محسن القيعي كان بيقول هذا الكلام ايام ما كنا معاه في الوحده في مستشفى جيران، كان دايما يقول لك قعد الام قدامك تروي او تدي ارواء بالمعلقه او الكوبايه بانتظام وبطريقه سليمه، العيل مش هينتقد المرحله اللي بعد كده من خلال ان هو هيبقى عنده اسهال متوسط او شديد، وهيحتاج في المرحله دي لمحاليل وريديه وكذلك علاجات طبيه او وصفات طبيه زي المضادات الحيويه وكذلك مضادات الاميبا الى اخره. زي ما اتفقنا قلنا ان الطفل في المرحله الاولى ليه ظروفه، بيعمل حمام اكتر من مره في الاول شهرين، بيعمل مع كل رضاعه بيعمل حمام، بعد ما يكمل شهرين يبتدي يعمل مره لاتنين في اليوم او ثلاثه، بعد كده ممكن الحمام ينتظم في على اخر السنه الاولى مره او اتنين في اليوم، بعد كده الطفل المعتاد بيعمل حمام مره واحده يا جماعه، وده زي ما قلنا الطبيعي. إيه لو تعرض بقى لامراض صيفيه زي فيروس الروتا او البكتيريا الايكولاي او الشيجيلا الى اخره او السالمونيلا، او تعرض لطفيليات امنيه يبتدي الحمام يتغير زي ما قلنا، وبيدينا اعراض اللي احنا شرحناها وقلناها في الجزء الاولاني، وبعد كده بنبتدي ندخل في الوقايه. الوقايه من النزلات المعويه والاسهال بسيطة جدا، وكل أم تستطيع أن تقي طفلها من النزلات المعوية والإسهال والأمراض الصيفية من خلال بعض الحاجات البسيطة. لو الطفل بيرضع طبيعي هتحافظ على الرضاعة الطبيعية على قد ما تقدر، تحافظ على نظافة الثدي، تديله رضاعات منتظمة، تاكل أكل هي غذاء مناسب، تاكل اكل محتوى على كل العناصر الغذائيه اللي تديها القوه عشان تدي يعني تربع الطفل بطريقه سليمه. في مرحله ما بعد الرضاعه لوحدها يعني بعد الشهر السادس بيبتدي الطفل ياخد اغذيه بجانب الرضاعه، لان الطفل في المرحله من اول شهر لحد 6 اشهر لبن الام يعتبر كافي في حاله انها غير موظفه او بتدي له رضاعه مطلقه، كل ما يعيط او كل ما يقول عايز يعني يعيط تترضعه. بعد 6 اشهر الطفل بيحتاج لاغذيه اضافيه مع الرضاعه الطبيعيه، زي اغذيه غنيه بالحديد، اغذيه غنيه بالمعادن، اغذيه غنيه بفيتامين سي. هذه الاغذيه تضاف لرضاعه الطفل او تضاف لغذاء الطفل بعد الشهر السادس. بنصح كل ام انها تبقى حريصه على غسل الايدين، نظافه الاواني، اعداد المأكولات التي تقدم للطفل بصوره سليمه، نعدها نطهيها كويس، نسويها كويس. طفل ما بعد 6 اشهر طبعا ملوش اسنان، ما بيعرفش يمضغ، ما بيعرفش ياكل، فبالتالي الغذاء بتاعه يكون مستوي جدا او مهروس او في شبه حاله صلبه، لانه مش هيعرف ياكل حاجات صلبه لان ما فيش. بعد ما يبتدي الطفل يتقدم معانا يبقى عنده سنه، نديله برده اغذيه ثانيه تختلف تماما، فيها مواد غنيه بالحديد والكالسيوم وغنيه باللاسيوم ومواد معدنيه اخرى تساعد على النمو العقلي لهذا الطفل. برضه في الحاله دي لازم نحرص ان احنا نخلي غذاء الطفل شامل كل المواد والعناصر الغذائيه اللازمه ليه اللي تساعد على نمو المخ، زي مثلا المكسرات، عين الجمل بتساعد على نمو المخ، الشوكولاتات، الشوكولاته او الشوكولا بتخلي العيل مود والمزاج بتاعه عالي، زي حاجات مثلا التفاح والفراوله والحاجات دي بتخلي العيل فريش، البرتقال والحاجات اللي هي ديت برده بتساعد على ان العيل مناعته تبقى كويسه، الحاجات الغنيه بفيتامين ا واوميجا 3 زي الاسماك والحاجات ومنتجاتها بتساعد على ان مناعه الطفل ومقاومته للامراض بتبقى كويسه.
بعد ما الطفل بيكمل سنتين او ثلاثة بيحصل موضوع الفطام، وبالتالي موضوع الفطام ده من المشاكل اللي بتؤدي او من المواضيع اللي بتؤدي الى ان الطفل بيستغنى عن الرضاعة الطبيعية ويدخل في الاكل العادي بتاعنا. فلابد ان الام تكون حريصة على غذاء الطفل يكون كويس، ويعني كويس يعني ايه؟ يعني متكامل، عناصره متوافقة، معدي جيدا بطرق سليمة، بحيث ان الطفل يستعيد عن الرضاعة بهذه الوجبات بهذه الأغذية اللي تأهله ان يخش المرحلة الجاية اللي هي سن 3 سنين و4 سنين اللي يحتاج فيها الطفل النشاط الذهني الكويس، عشان لو داخل مدارس او كيجيهات او اي مراحل تعليمية مختلفة يكون عنده المقدرة على استيعاب الدروس وعلى استيعاب العلم. وحبذا ان احنا في الوقت الحالي العلوم تطورت وبقت المناهج صعبة وعايزة يعني حالة ذهنية كويسة للطفل. فالطفل الضعيف اللي ما خدش غذاء كويس وما خدش عناصر متكاملة ومتناسقة طبعا دايما بيبقى حال التعليم عنده متدنية او عنده نسبة الذكاء بتاعته مش مثل الطفل اللي واخد الغذاء الكامل او المدعم بالعناصر الغذائية. فزي ما قلنا لحضراتكم يبقى الطفل في مرحلة 3 سنين و4 سنين عايز عناصر غذائية تساعد على النمو الذهني والعقلي، بحيث داخل مرحلة جديدة مرحلة تعليمية زي ما احنا عارفين المراحل التعليمية الطفل فيها التكنولوجي، اجهزة نت كمبيوتر، طفل بيتعلم كل حاجة دلوقتي وبيعرف يعمل كل حاجة. بعد ما دخلنا مرحلة المدارس او دخلنا في سن 4-5 سنين الطفل لابد ان يحافظ الام تحافظ على ماشي اتفضل ماشي اتفضل. فطبعا انا بحب انصح ان كل مرحله غذائيه او كل مرحله سنيه بتحتاج لغذاء معين، فالامهات يحرصن دايما على الغذاء المناسب لطفله، وذلك من خلال ايه؟ متابعه طفلهم مع الطبيب المتخصص اللي متعودين عليه، هيقول لهم البرنامج الغذائي اللي يناسب الطفل وكل سن ليه غذاء. طبعا زي ما قلنا في الصيف لابد ان نعتني بغسيل الايادي وغسيل الاواني وتعقيم الجو للمأكولات وبالذات الخضار والفاكهه، بحيث ان العيل ياكل حاجه نظيفه مغسوله غسيل جيد، بحيث انه ما يجيلوش او ما يلتقطش ميكروب او نزلات معوي. برضو بالنسبه للامهات اللي عند اطفالهم سنتين ثلاثه وعندهم لعب لابد ان يحافظوا على نظافه هذه اللعب، وعلى قد ما يقدروا ما يخلوش الاطفال تحط اللعب دي في بقهم عشان ما تنقلش بكتيريا او جراثيم او حتى اتربه مما يؤدي الى ايه؟ نزلات المعويه والاسهال. شكرا شكرا.